مشاهدينا نبدأ النقاش وأرحب بضيفي من باريس دكتور أنطوان أشقر الأخصائي في الأمراض الصدرية، أهلا بك معنا. من لندن أرحب بالدكتور أحمد المشتت الطبيب في المستشفى الملكي بلندن، أهلا بكما ضيفي الكريمين. أبدأ معك دكتور أنطوان، هناك من يحذر من الخبراء أنه ليس هناك أي ضمانات بأن الإغلاق العام سيكون سياسة كافية للسيطرة على السلالة الجديدة من الفيروس، هل يوقف الإغلاق العام تفشي السلالة الجديدة من فيروس كورونا باعتقادك؟ مرحبا لك ولضيفك الكريم. نحن نعلم أن الإغلاق أو الحجر المنزلي كفيل بوقف مؤقت انتقال العدوى، بمعنى لا يقضي على الفيروس، إنما يمنع الاحتكاك بين المواطنين، وبالتالي يمنع الانتقال العدوى، ولكنه ليس كفيل بمحاربة الفيروس بشكل نهائي، لأنه ليس إلا علاج مؤقت. لذلك لدينا لقاحات، يجب تلقيح أكبر عدد ممكن من المواطنين للقضاء أو لمنع انتشار أو لوقف على الأقل انتشار العدوى. دكتور أحمد، يعني على الرغم من الاستمرار في سياسة الإغلاق والإغلاق العام على صعيد المملكة المتحدة، يعني إلا أن هنالك زيادة تعتبر مقلقة للغاية في أعداد الإصابات والوفيات، تجاوزت في اليوم الواحد عتبة 60,000. إلى ما تعزو هذه الزيادة الكبيرة في أعداد الإصابات في الآونة الأخيرة على الرغم من استمرار في سياسة الإغلاق العام باعتقادك؟ مرحبا بكم. طبعا أذكركم أن الإغلاق العام جاء متأخر جدا، هو قررته الحكومة البريطانية قبل بضعة أيام، ولهذا كل هذه الحالات التي نراها الآن هي بسبب الفترة التي سبقت الإغلاق العام، وقد تستمر هذه إلى أسبوعين أو 4 أسابيع، وقد نرى ذروة جديدة من الحالات التي تكون قد بدأت في أيام أعياد الميلاد ورأس السنة. إضافة إلى هذا، موضوع الإغلاق التام، لو أحد ينزل إلى الشارع الآن لا يدري إن كان هناك إغلاق أم لا، هناك عدم التزام كبير بالإغلاق العام، الشوارع ملأة بالسيارات وبالأشخاص، ولهذا تعريف الإغلاق العام اختلف عن الإغلاق العام الذي شهدناه في مارس أو أبريل الماضي. كانت هناك حركة محدودة جدا للأشخاص وللمركبات في الشوارع، ولهذا كان الاختلاط على أقله. الآن هذا الإغلاق لا أعتقد أنه سيفضي إلى نتيجة كبيرة، ولكن مع وجود اللقاحات ومع عملية التطعيم التي يجب أن تتسارع في بريطانيا، والهدف هو إعطاء 2 مليون شخص لقاح كل أسبوعين، هذا سيسهم في الحد من انتشار الوباء. القلق الحقيقي الآن في بريطانيا، وهذا قلق غير معلن عنه رسميا ولكن ممكن أن نقرأه بين الأسطر، هو الخوف من السلالة الجديدة القادمة من جنوب أفريقيا. هذه السلالة قد تكون أكثر انتشارا من السلالة الحالية في بريطانيا، وقد تسبب بإصابات أشد، وقد تؤثر على حتى اللقاحات وتأثيرها على المرض. دكتور أنطوان، استمعت إلى ما ذكره دكتور أحمد، يبدو أن هنالك حالة عدم التزام أمام الإغلاق العام الذي فرض مؤخرا في المملكة، هل ينطبق الأمر أيضا على الوضع في فرنسا؟ هل أخطأت الحكومات باعتقادك في سياساتها بالتعامل مع هذا الفيروس وسرعة انتشاره، وهل تأخرت في فرض هذا الإغلاق؟ من الصعب جدا الجواب على هذا السؤال، لأنه هناك عوامل اقتصادية، عوامل اجتماعية، عوامل سياسية. نحن شهدنا منذ سنة الإقفال التام ساعدنا فقط على تخفيف الضغط على المستشفيات، ولكن لم يقضي على الفيروس.
ومن الصعب جدا اتخاذ قرار بإغلاق تام. يعني أنت قضيت على الحياة الاجتماعية، قضيت على الحياة الاقتصادية وهي صعبة جدا. هذا شيء صعب جدا، حتى ولو بالرغم من هذه الإجراءات نحن نشاهد أكان في بريطانيا أم بفرنسا أو حتى في كافة الدول عدم احترام كل لهذه الإجراءات. من الصعب جدا وضع حد للحريات المواطن، ونحن نعلم أننا نعيش في بلدان حرية الفرد هي مقدسة. عليك اتخاذ إجراءات صارمة وعسكرية مثل ما حدث منذ سنة لمنع هذا التواصل ولفرض هذه الإجراءات. عدا ذلك المواطنون لا يحترمون بالفعل هذه الإجراءات، ونحن نشاهدها يوميا. صعب كثير الجواب يقول أن السلطات الحكومية أو السياسية اتخذت قرار متأخر. هذا شيء صعب جدا، عندما نكون في مركز القرار علينا التفكير بكل هذه الأشياء. دكتور أحمد، هل الحل الوحيد من وجهة نظرك يستوجب استمرار الإغلاق ولكن بشكل أكثر صرامة لمواجهة ازدياد حدة انتشار هذا الفيروس؟ نعم، الحلول المطروحة الآن هي إغلاق أكثر صرامة، وضع عقوبات لمن يخترق هذا الإغلاق فيما إذا كان مواطن عادي أو مسؤول في الدولة. ثانيا، الاستمرار بعمليات الفحص المختبري وتعقب المصابين لمنع الاختلاط والعزل للمصابين، أيضا الاستمرار بعمليات اللقاحات والاستمرار بإيجاد علاجات كفيلة بتقليل حدة الإصابات وتقليل عدد الوفيات. هذه العوامل الأربعة يجب أن تسير جنبا إلى جنب لكي نصل إلى نتيجة إيجابية. الوضع في بريطانيا لن يستقر إلى أعتقد نهاية شهر مارس المقبل، لأننا سنرى مثل ما قلت ذروة الإصابات التي حدثت أو بدأت في أيام أعياد الميلاد، وهذه ستستغرق أسبوعين إلى 4 أسابيع حتى ينعكس على عدد المصابين القادمين إلى المستشفيات. المستشفيات تحت ضغط كبير جدا، رد هات الإنعاش المركز تحت ضغط هائل جدا، رغم تطور العلاجات الموجودة ورغم أهميتها وكفاءتها، لكننا بسبب الانتشار الكبير، بسبب ارتفاع عدد المصابين الهائل في لندن، هناك 1 لكل 30 شخص مصاب بالكوفيد 19، وهذا حوالي يعني حوالي 2000 شخص لكل 100 ألف. هذا رقم خيالي لم تصله بريطانيا خلال الموجة الأولى. كيف سيكون عام 2021 بالنسبة لأزمة كورونا دكتور أنطوان؟ سيكون مشابه لعام 2020، لأنه نحن في فترة بداية اللقاحات، وعلينا الانتظار على الأقل أكثر من شهرين لنعرف إذا هذا اللقاح أعطى إيجابية عند المواطن الذي تم تطعيمه، وعلينا لإجراء تلقيح كبير بشكل يسمح بمناعة القطيع، علينا على الأقل تطعيم أكثر من 60% من سكان البلد وخاصة من سكان الكرة الأرضية، وهذا سيتطلب وقتا كبيرا، أكثر من سنة إن لم نقل أكثر من سنتين لنستطيع السيطرة على تفشي هذا الوباء. دكتور أحمد، كيف تقيم سير عمليات التطعيم حتى هذه اللحظة، وكم ستستغرق وقتا باعتقادك؟ طبعا عمليات التطعيم في بريطانيا، رغم أنها كانت من أول دولة في العالم بدأت التطعيم، ما زالت بطيئة. الخطة هو بإعطاء اللقاح لمليوني شخص في الأسبوع، ولإنشاء 1000 مركز تطعيم في البلد. لحد الآن تم تطعيم 1,500,000 شخص، وهذا عدد غير كافي. يجب الإسراع بعمليات التطعيم، خصوصا وأؤكد هنا خصوصا على
تطعيم الكادر الطبي والعاملين في المستشفيات، لأنهم في وجه المدفع، بدونهم سيسقط النظام الصحي ولن نستطيع أن نعالج أي شخص. الأولويات المعطاة الآن هو في بريطانيا لتطعيم حوالي 14 مليون شخص من هم فوق سن 70، وهذه المجموعة تتضمن الأشخاص أصحاب الأمراض المزمنة وعوامل الخطر والعاملين في الهيئات الطبية والمدرسين والعاملين في القطارات والباصات. هذا هو الهدف الأساسي، ولكن هذا الموضوع سيستغرق حوالي شهرين لتطعيم كمية كبيرة من سكان بريطانيا. قد نحتاج إلى 8 إلى 10 أشهر، نحن نتحدث عن نهاية هذا العام قبل أن نرى انفراج حقيقي، وممكن أن نرى إرخاء بعض القيود. أشكرك جزيلا دكتور أحمد المشتت، الطبيب في المستشفى الملكي في لندن، كما أشكر من باريس دكتور أنطوان أشقر أخصائي الأمراض الصدرية. شكرا لكما.